لا لا الكبر احنا قلنا لكونه الريزلتا هيك, هيك هيك اهم حاجه بيان كما قال جلال باه خلينا نسال شكري زعلاني على ملاعبي مثال كان تحب ما تجاوبش شكري لك الحق الحقيقه انتقادات كبيره زاد اليوم على فرجاني الساسي اه هو شوف راه هو فرجاني شوف ساعة الدعوة نتاعو نحكيو على فرجاني الفترة الأخيرة بعد كأس العالم بعد شوية على المنتخب بعد بتتر الشوا نتاعو هو انه ينتقل بتتر من نادي تحيل لنادي الغرافه الفتره الاخيره في نادي الغرافه الحقيقه قاعد يقدم في مستويات ممتازه قاعد يسجل في اهداف قاعد يلعب في مقابلات معناها تقريبا المقابلات الكل يلعب 60 90 دقيقه أو الناس راهو الجماهير يمكن ما قابل ما عادش تقبل فرجاني لكن ملعبي اللي مازال الحقيقه ينجم شوف ما نجمش معناها نقول لك علاش خاطر بتتر معناها يشوفوا إخفاقات المنتخب مربوطه بمرض فرجاني سيس في بعض الاحيان انا لا معناها نتصور انه الملاعبي 31 سنه مازال معناها الحقيقه عنده ما يعطي للمنتخب الوطني التونسي الاداء نتاعو صحيح يمكن مقابله اليوم ما كانش منتظر كما برشا ملاعبيه اخرين لكن فرجاني يبقى من الملاعب اللي عندهم خبره واللي نجم يعاون عليه المنتخب الوطني التونسي. كيما شكري قالوا بكلام في يوسف كيما قالوا كلام في علي علي معلول آه.